السلام من الله عليكم ورحمته وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين قناة الواقع الفضائية عبر برنامج كاريزما، كاريزما الوطن. اليوم هاشتاقنا كاريزما الوطن 91. كل عام وطننا الغالي بكل خير، كلنا سلمان، كلنا محمد. اليوم نطل عليكم من هالفقرة، من هالركن الجميل في هالمنتجع، في منتجع كاريزما عبر منتجعنا الرائع في ركن جمعية البر الخيرية بظلم، نتحدث أكثر وأكثر عن آخر المستجدات في هذا الوقف الجميل. يستضيف معي في هذه اللحظة وفي ضيافتنا وفي ضيافة هالركن الجميل سفير الوقف فهد المطيري. يا هلا يا مرحبا، والله اني اشتقت لك يا ابو يا حبيبي سالم. انت سحبت علي، قالوا سفر على طول انحشت. الروح اللي رحنا له والله تمنيناك انك معنا. الله يرضى، راح تشرف. أول شيء نشكر من قام في الرحلة، والوطن غالي علينا، كل عام والوطن بخير تحت ظل حكومتنا الرشيدة وننعم بعطاها الدائم. جميل جدا فهد، الناس متشوقة تبي تعرف أنتم رحتوا للجمعية، إيش اللي شفتوه، إيش اللي كان الجمعية، تفاصيل السفرية إيش كانت؟ أولا من لا يشكر الناس لا يشكره الله سبحانه. جميل. أشكر سعود الغنامي على استضافته، وأحمد عيد ما شاء الله على اللي أتاح لنا من مسكن ما شاء الله ومشرب ومأكل كلها ما شاء الله. وش أقول لك، والله اللي بقولها أنا من داخل أعماق قلبي ما شاء الله. العطاء يوم نعطي نشوف اللي قدامنا محتاج، هذه بحد ذاتها قسم بالله سعادة. يا أخي جسمي والله نكش يوم إن نعطي المحتاج الشيء اللي يبيه، سواء من ملبس، سواء من سلة غذائية. جميل. سقي الماء، تخيل سقي الماء، انك انت تقوم من النوم ما تلقى لك شيء تشربه، هو البسبوس ما يفتح عندك، يجلسون ثلاث ايام اربع ايام. والله اني جبنا الوايت عندهم، ان اشوف فرحتهم في صغيرهم وكبيرهم. انتم طبعا نزلتوا كمان تأدون العمل مع الجمعية؟ يا اخي الوايت احنا وديناه بعد لين عند البيت ما شاء الله للمحتاجين. للمحتاجين يا سلام. يا والله العطاء انت تبذله بيدك يوم تعطيهم انك تحس بلذتها. يا سلام. فانا اقول هنيا من تصدق في الوقف هذا لو بريال. يا سلام. ابو ألف وبريال قسم بالله عند الله انها كلها سوا. يا جماعه انا اول ما جانا فهد اليوم ودخل علينا من البوابه، اول ما سلمت عليه قال لي اقسم بالله يا ابو سعد ان الريال الواحد انه يفرق معك الشيء العظيم. ليه قلت لي هالكلمه يا فهد؟ يا اخي يا ولد، البعض غافل، البعض غافل عن العطاء. المال مال الله سبحانه، والتجارة مع الله رابحة رابحة. يا سلام. صدقني أنها تجيك في مالك وأولادك وعيالك، تجيك حتى في رزق، يمكن حتى تتبع عنك شر. يا سلام. وانت رايح حتى لدوامك. يا سلام. فأنا أقول بادروا بادروا بالعطاء، والله أن عندكم هذا الجوال وعندكم التطبيق الراجحي، والله أنه ما يأخذ منك يا أبو سعد أقل من 35 ثانية. ما شاء الله تبارك. تروح للوقف بطريقة رسمية من جهتنا الحكومة. ما شاء الله تبارك. يا جماعة هذا واحد ما شاء الله تبارك الله كان في قلب الحدث. يعني حنا دائم يا فهد الضيوف يجونا، مدير الوقف يجينا، أبو عبد الله ما قصر يجي وينقل لنا الشيء اللي قاعد يصير. فالآن أنت يعني قبل ساعات كنت في ظلم ما شاء الله وجبت لنا العلوم الزينة، والناس أكيد ما بيتأخرون أي ثانية. بعد ما اخفيك عن التبرع هذا، حتى شفت الجوالات والله انها تعطى للمحتاجين. يا سلام. لا تعرف انت المنصه الاجتماعيه للدراسه، في بعضهم محتاج، ان جتنا البنت تاخذ الجوال انها فرحانه، عمرها 11 سنه، انها يوم شافت الجوال فرحت فرحه. يا اخي اقسم لك بالله انا وخياي ان قلنا يا ما شاء الله، وين اللي ما يتصدق. المال مال الله سبحانه. اي والله تصدق والله انها تلقاها لك في عيالك في مالك وذريتك. ايضا ما زلنا متواصلين في هذا الحديث الشيق مع حبيب القلب فهد المطيري، رافقه طبعا للي ما كان يعرف او شيء، رافقه اثنين من المتسابقين اللي هو عادل بن هيف وايضا المتسابق احمد الفراج الشمري ما شاء الله تبارك كثير. الله احساسهم وشعورهم نفس الشعور اللي انت حاس فيه يا بعد. اي والله ان احمد فراج وعادل اني اشوفها في عيونهم. يا سلام. يوم ينزلون السله الغذائيه، والله ان حتى السله الغذائيه يوم فتحتها كل شيء تبيه موجود فيها، حليب والشاهي
وكل شيء موجود، كل شيء ما لذة وطأب. ما شاء الله اي والله. أصلاً أنت يعني إذا جاك ضيف في البيت حلو، يعني عندي حديث هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام حلو، فما زاد فهو صدقة وكل معروف صدقة. يعني الضيف إذا جاك في البيت وانت قاعد تعطيه، الضيف عادة معروف عندنا 3 أيام تضيفه تضيفه تضيفه، وبعدها إذا شرب معك يعتبر صدقة. يا الله أنت مأجور على هالشيء، ضيافتك المعيشة اللي انت وياه في البيت صدقة، يعني الأجر ما شاء الله تبارك الله في كل مكان. والله الحمد لله. فحنا محور حديثنا اليوم إنها الصدقة، وهالوقف وقف الأم بمكة وفي أطر بقاع الأرض الأجر فيها مضاعف سبحان الله. فحنا يا جمهور يا مشاهدين الغالين نتابع تغريداتكم في كاريزما الوطن، هاشتاج كاريزما الوطن 91. اعطونا آراءكم، اعطونا كلام ودكم تقولون فهد عن شعوره، كلام تقولون لا محمد السالم يستاهل، عن شعوره اللي وصله وبعد ما شاف اللي في الوقف وشاف أهل الجمعية وشاف الناس اللي حوله من أسهم ومن خير واجد. حنا نقراها كلها هنا، ونقرأ أيضا ردود الفعل وردود. يقول لك هنا فهد المطيري منور الشاشة ما شاء الله تبارك الله، الله يسعدهم، وأيضا العديد والعديد ما شاء الله تبارك الله، شغل جميل ورائع، وانتو شرفتوا قناتنا قناة الواقع وبرنامج مشرفة بمتسابقينها والإعداد كله على رأسهم ناصر غامدي كلكم ما شاء الله تبارك الله. إيش حاب تضيف عن الوقف، وقف الأم بمكة يا فهد؟ برضو أنت شغل في الهاشتاج، هاشتاج ايه البرنامج اليوم، ودنا الكل يشارك كلمة للوطن وكلمة للوقف. جميل جدا. طيب أيضا عندي هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عن عمله إلا من 3، وذكر منها صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الصدقة 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 الصدقة. الناس ومن زمن يعني الصحابة والرسل اللي قبلنا كلهم يتكلمون عن الصدقة، يعني يدل هالكمية الرسائل وكمية الأحاديث عن الصدقة عن فضلها وعن عظمتها. أنا أقول لك أبو سالم الصدقة وأنت تصدق وأنت حي. جميل. تمشي وتشوف أجورها قدامك وتشوف شو اسمه عطاها قدامك، تشوف الخير اللي يجي كيف بعد ما تتوفى ماشي إلى قيام الساعة. يا سلام عليك. عن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة، صدقة وعلى القريب صدقتان، يعني صدقة وصلة. أنت كسبت في الصدقة على القريب صدقة وصلة، يعني جمعت بين اثنين. شو رأيك بعد؟ هذه عظيمة هذه عند الله سبحانه. أي والله أنك تجمع بين ثنتين صدقة القريب وحتى بعد البعيد. يا سلام يا سلام. فهد ممكن يجيك واحد يقول لك ما فيني الحين أطلع وأروح بنك الراجحي وإيداع وبعدين أسوي تحويل، وش تقول لذا؟ أنا أقول عندك التطبيق يا سلام في جوالك يا سلام، وانت جالس في بيتك أو في عملك يا سلام، في السيارة حاول أنك وانت ماشي لا توقف على جنب يا سلام. وتصدق والله ما تأخذ منك دقيقة. يا سلام. إي والله ما تأخذ من دقيقة. إحنا الحين لو بجرب أنا، إحنا ندخل التطبيق. جميل. تطبيق الراجحي. تطبيق الراجحي. وأنا بحسب لك التايم. أنت حسب لي. دقيقة بس عشان أدخل أنا أشوف. سم. جميل. ها. أنت يعني جربتها قبل يا فهد؟ إيه والله ما يأخذ وقت. والله أنا جربتها قبل. ما يأخذ وقت. إيه والله. أنا جربتها أنا وأكثر من واحد من الشباب ما شاء الله من 25 ثانية إلى 30 ثانية. طيب يلا أحسب. أنا بندخل. أنا واحد. بحسب. يلا 1 2 3 الجمعية الخيرية. تكتب ظلم. أيوة في التطبيق. إيه في التطبيق. تكتب جميل. ظلم. أنا طلعت جمعية البر بظلم. أحسنت. للمشاريع. يا سلام. بالمبلغ اللي عندي موجود أنا بدفع 50 حتى لو ريال. أنا بدفع 50 ريال. يا سلام. عن المتابعين وعن خوياي اللي في المتسابقين الله يكتب أجرك، وعن كل أب وأم متوفية هذه 50 دفعناها. يا سلام ما شاء الله تبارك. تالي الله كم؟ ها كم وصل إلى الآن؟ حنا 20. جاني الرقم. أيوة
25. أيوة يا سلام عليك، تم تحويل المبلغ. كم التحويل؟ كم؟ 27 ثانية. شوف 27 ثانية. الله يجعلها خالصة لوجه، خالصة لوجه الله وللمتابعين برنامج كاريزما كافة لهم. من هالمنبر يا حبيب الغالي إيش تنتظر؟ الخير وبين يديك، ما يحتاج أي عناء وما يحتاج أي جهد، كل الخير صار يعني أصبح الآن طرق كلها سهلة جدا جدا جدا، وما نقص مال من صدقة، بل تزد بل تزد بل تزد. يعني كل سبل الخير موجودة عندنا، وكل سبل يعني طرق الأجر صارت سهلة جدا جدا جدا، وأقلها ذكر ولو بالنشر يا حبيب الغالي. يلي تتابعنا ويلي تشوفنا من هالمنبر والله العظيم أوصيك، أوصيك وأوص يعني أوصي نفسي وأوصيك بهالخير بهالأجر العظيم جدا جدا جدا. فهد نزلت في الجمعية، كم نزل للجمعية؟ كم أخذتوا تغطية؟ كم استغرق منكم وقت في الجمعية؟ والله احنا دخلنا العصر وانتهينا ما بين المغرب والعشاء. أسألك شيء عن شيء ما يعرفه الناس ولا الجمهور، تعامل الأفراد الجمعية من إدارة إلى أصغر عضو فيهم كيف كان معكم؟ في أكثر من عسل، تعاملهم عسل معنا. يوم دخلنا معهم لا في لا رسمية ولا شيء، تقول إنه يعرفك له سنين. يا سلام. تعاملهم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، من أولهم أبو سعود، سعود الغنامي وأحمد عيد واللي معه ما القائمين. ما شاء الله تبارك الله، كل أبوهم استضافون استضافة، استضافة أخ واستضافة حبيب واستضافة أخو وأب. ما شاء الله. اللي تابعنا الآن وده ينضم مثل هالجمعيات، لو بال يعني لو بأقلها إيش يسوي؟ يتواصل مع من؟ ممكن تفيدنا بهالشيء؟ فيها أرقام موجودة في الشاشة تحت. أيوة. يتواصلون مع الرئيس نفسه والأيد العاملة معهم. ما شاء الله. طبعا هي جمعية رائدة تقدم خدماتها لمستفيديها، دعمها الاستقرار الاجتماعي في ظلم أو لجميع المسارات. لجميع المسارات. يا سلام عليك. وعندك هو سهم 100 وسهم البر ب 300. يا سلام. وسهم الوفا ب 900. يا سلام. ونطلع. والأسهم الباقي يعني كلها واضح، أول ما يتصلون يعطوهم جميع الناس. يعطوهم جميع الأسهم. ما شاء الله تبارك الله. طيب يا فهد أنا صراحة متشوق، ما في رحلة ثانية نروح لنا؟ طيب والله إذا كانت في رحلة ثانية أنت أولهم بإذن الله. والله ثم الله يا أبو سالم أنك بتحس بالشيء اللي أنت تقدمه قدام عينك، يمكن مشاعرك تحكي قبل أنت تقول الكلام. يا سلام. يعني أنت بتشكر واحد للي أنت عطيته. يا سلام. السلة وأنت تتكلم، قسم بالله شعورك يتكلم قبل لا أنت تبادر بالشيء اللي أنت تقدمه. يا سلام يا سلام. طيب عندنا هنا ديما تقول الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. أيضا من الأسهم المذكورة في هالوقف العظيم مصارف الوقف كفالة الفقراء، كفالة الأرامل، وكفالة الأيتام، وعلاج المرضى، وإفطار صائم، وتفريج الكرب، وأيضا سقي المياه، وأيضا سلال الخير. كل هالأسهم كل هالخيرات تحت مسمى جمعية البر بظلم. ما شاء الله ما شاء الله. أنا صار لي موقف يا أبو سالم والله خلاني أول طول الطريق مبتسم. يا سلام. أنا وأحمد وعادل. تقدر تقول لنا الموقف اللي صار لك حبيبي؟ والله يوم أن جينا نزلنا الأغراض عند باب البيت، بس لقينا ظهورنا ورحنا للسيارة إن جتنا دعوة ما شاء الله من أم خلف الباب إنها تدعي دعوة، إنها جلست يمكن ما يقارب دقيقة واحدة. يا سلام. إن لا الحين كني أسمعها. يا سلام. دعت الوالدين ودعت لنا احنا شخصيا ما شاء الله، ودعت إن الله يرزقنا ويوفقنا ويسر أمرنا. يا سلام. يعني مثل هذه الدعوات. يا سلام. ما تثلج صدرك. جميل يا أخي. جميل. شعور قسم بالله ما يوصف. يا سلام. هاجر أختي هاجر تقول أرخي يدك بالصدقة ترخي حبال المصائب من على عنقك، واعلم أن حاجتك إلى أجر الصدقة أشد من حاجة ممن تصدق عليه. جميل جدا. أيضا ما شاء الله تبارك الله التغريدات كثيرة يا رب بس نلحق، وأغلبهم يقولون متحمسين للحفل ومتحمسين للتدشين. اللهم تقدر تقرأ لنا من الهاشتاك شيء؟ الله يكتب أجرك يا فهد، والله الله يسعدك، لكن والله قسم بالله الشيء اللي أنا سويته أنه
لوجه الله ولكم يا متابعين، والله يكتب لنا الأجر لي ولكم. أختي جواهر تقول الحب في متناول الجميع، أما الصدقة فهي امتحان القلب. شو رأيك؟ امتحان القلب، يعني تقول الحب في متناول الجميع، الحب يكون في قلب كل إنسان، لكن الصدقة فهي امتحان القلب، يعني زي فرج، تريح القلب، سعادة سعادة. بالصدقة ممكن تبعد عنك مصيبة، مو ممكن إلا مؤكد هالشيء. فهنا أختنا منى تقول إن الله يجزي المتصدقين، الصدقة تجارة رابحة مع الله، لا تعرف الخسارة ولا النقصان، إنما تنمو وتزيد، ما نقص مال من صدقة. جميل جدا، جميل جميل جدا. إيش رأيك فهد؟ إيش الجديد عن وقف الأم بمكة بهالخير العظيم اللي أصبح الآن بين أيدينا؟ أنت متحمس مثلي أننا نفرح باكتمال الوقف؟ بإذن الله، بإذن الله يا محمد أنه يكتمل الوقف. يا سلام، والله حتى اكتماله شيء عظيم جدا. يا سلام، عندك سكن في مكة في أطهر بقاع الأرض. يا سلام، صدقة جارية لك ومن تبرع فيه يعني لين ما ماتك. تخيل يعني الشيء هذا، الشقة اللي يقولونها هذه اللي 300,000 تعين مطلقة، تعين أيتام. يا سلام، تخيل أيتام، لا 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 أبو ولا أم، يعني شقة لهم. يا سلام، هذا شيء والله إنه يترجى الصدر. أي والله. إشراقة الأمل تقول الصدقة سترك من النار، قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة، بادر بما تستطيع ولو بالقليل، وأجرك على رب العباد. شكرا إشراقة الأمل. أيضا التغريدات ما شاء الله كثيرة، يا رب أننا نلحق بس ونقول ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، التغريدات كثيرة. تفضل. يقولك هنا الصدقة سبب في ليان القلب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وأمسح رأس اليتيم. والله ثم الله على الكلمة هذه، أمسح رأس اليتيم، أحمد عيد أعطاني شيك. يا سلام، أبو سالم أقدم الأمة. يا سلام، أحمد عيد اللي هو من؟ أحمد عيد اللي في اللجنة، وصل له تحية وقول بيض الله وجهك على استقبال الطيب. أعطاني الشيك هذا أقدمه لولد الولد الصغير، أقدم له يعطيها أمه. والله ثم الله أني يوم أني مديته له وشافني الولد أني بغيت أخذه معي وأقول أمش معي للرياض. يا أخي حسيت بفرحته، هنيئا لك. تخيل أني يعطي الشيك هذا ويروح يقدمه لأمه، يعني شيء جسمك يكش منه. والله ما شاء الله تبارك الله. الصدقة الجوهر الروق تقول الصدقة وقاية من النار، وتقي مصارع السوء، وتكفر الذنوب، وتطفي غضب الرب، وتبارك في المال والرزق، ويخلف الله على صاحبها. نعم، ويضاعفها ويربيها وينميها له، وفي الجنة باب يقال له باب الصدقة. سبحان الله، تتمنى يا فهد أنك تدخل من هالباب إن شاء الله، كلنا وكل من يشاهدنا وأمهاتنا وأبواننا. على طاري الصدقة، يقولك الصدقة سبب في تنمية المال والبركة فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال. يعني شوف سبحان الله، المال لو تتصدق فيه بأقل شيء عندك صدقني أنه كبير عند الله سبحانه. يا سلام يا سلام، الله يجزاه خير يا فهد. أنا بختم بهالتغريدة، شوشو المطير تقول إذا ضاق عليك أمر فتصدق، ففي الصدقة تيسير للأمور وراحة للصدور، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، في سورة الليل. صح، صدقة. جميل جميل جدا، جميل جدا. لو نتكلم من اليوم إلى ما لا نهاية، أنا لو أتكلم منه إلين حتى أرجع الظلم، وأتكلم من عند ظلم وأرجع الرياض، والله ما نوفي بحق والدتك والأم. يا سلام، شيء عظيم. فكيف لو تتصدق باسمها؟ أنا والدتي الله يخليها لي ويخليها لك أمك يا أبو سالم، والله كل ما تتصدق هي كلمة هي سبحان الله تحب تعطي بيدها، ما شاء الله. تروح مع السواق وتعطي، ما شاء الله. حتى لما نروح لمكة تسوي التمر، ما شاء الله. تروح تنزل عتيقة، سوق عتيقة حق التمر ده معروف، وتروح تعبيه بنفسها في المطبخ، أجي
اشوف تعبين ما بساعدك، لا خلني انا اشتغل بنفسي. والله انا تحط التمر وتحط يعني مع ريال خارج، تخيل ريال تروح تعطي، والله انها في مكه في الساحه انها هي تعطي، انها تقول تعال يا فهد ما شاء الله تبارك ساعدني واعط معي. شوف كيف الام تشارك الصدقه بعيالها ولدها، فما بالك هذا شيء مكتوب وقف الام بمكه الأم. فانا اقول والله ثم الله ثم الله ان هنيا من تصدق في هذا الوقف، والله اني شايف بعيوني، شايف بعيوني يوم ان نعطي من شيك فلوس نقديه ولا من اجهزه ولا من سله غذائيه، والله اني اشوفها في عيوني انها فرحتهم انها تسوى الدنيا وما فيها، والله ثم الله ثم الله انها تسوى الدنيا وما فيها العطاء. واني تمنيت لو انها مددوها، لكن ابو عبد الله سعود قائم الحفل حرص على انكم إيه ان نرجع، والله انه ودنا حتى نجلس يمكن 3 أيام ثانية ما شاء الله، انه والله ان استانسنا ما شاء الله. هنيئا لكم وعقبال عندنا ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ان شاء الله، ونروح في القريب العاجل باحتمال باذن الله. والله ان محهم ان في البرنامج وبعد البرنامج، واتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يكمل هذا الوقف القريب العاجل، القريب العاجل يا رب يا كريم يا رب، انهم والله انهم يستاهلون، والله انهم يتعبون من بعدنا. وقف الام هذا انه يعين اسر فوق 3000 اسره. يا سلام جميل. ام 18 يقول داووا مرضاكم بالصدقه ودافعوا بها البلاء، فرخ يدك بالصدقه ترخى حبال المصائب من على عاتقك، واعلم ان حاجتك الى الصدقه اشد من حاجه من تصدق عليها. ختاما فهد، وش حاب تقول لهالوقف للجنود البواسل اللي يوقفون على هالوقف العظيم، الوقف اللي يستحق منا الشيء العظيم، الشيء الكثير، الشيء الكبير؟ أنا أقول هنيا من تصدق بهذا الوقف، صدقني أن التجارة مع الله رابحة، أنا أقولك رابحة 100%، والله ثم الله ثم الله أن روحتنا من البرنامج الظلم سولفنا واستانسنا وشفنا كلامكم الطيب، لكن والله إن يوم إنا رجعنا من ظلم لين البرنامج، والله يا أبو سالم إن نضحك ونستانس يا أخي، تحس براحة نفسية من الآخر بين قوسين، والله راحة نفسية. وحنا اللي قدمناه يعني زي ما تقول شيء يعني مرتبين لها اللجنة من سلة غذائية ومن عطاء ومن شوك ومن كل شيء، فأنا أقول هنيا من تصدق في هذا الوقت. ما شاء الله. قبل نختم يا حبايبنا الغنيين جمهورنا العزيز، الصدقة تجارة مع الله لن تبور، صدقة في أعظم من هالكلمة، صدقة وفي من؟ في الأم وفي أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة. قبل نختم، إيش حاب تقول عن اليوم الوطني السعودي 91 لكل من يتابعنا من المملكة العربية السعودية أو كل من يحب المملكة العربية السعودية؟ أقول كل عام والوطن بخير، حكومتنا الرشيدة ما تقصر بإعطائها الجميل، وهذا عقالي ليوم الوطني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. فهد، قبل نختم اليوم وعدنا بتدشين قوي بإذن الله، بيشوفون الشيء اللي يعجبهم ويعجبكم أنتم بعد بإذن الله. في شيء بتختم فيه كلمات أبد؟ خلص ما طيب. عندنا إلا كل علم طيب. الله يرضى عليك. قبل نختم أيضا جمهورنا العزيز متابعينا الغالين من كل مكان، عندنا هالدرع التذكاري، الدرع الهدية المقدمة لجنة الغالية، الكل أم منكم سواء توفت الله يرحمها ويوسع مدخلها أو إنها على قيد الحياة، تقدر تهدي هالدرع التذكاري إلى أمك. عندنا الدرع الأصغر منها بقيمة 5000 ريال تهدي لمن تحب، وتكتب أيضا اسم الشخص المهدى إليه، ويوصل لك لين عند باب بيتك، ويوصل لين عند باب بيتك، مقدم من الجمعية الخيرية باسمك أنت يا المهدي وباسم المهدى إليه بقيمة 5000 ريال الصغير، أما الكبير فهو اللي أكبر منها شوي فهو بقيمة 10000 ريال. والله العظيم دام يحمل اسم الأم فهو يعني الأم لو نتكلم والله منها لبكرة يا أبو سالم ما نوفيها حقها، وشيء عظيم جدا جدا جدا، يعني جميل جدا يوم تعطيه الإنسان غالي تحبه وتهديه هالوقف وباسم الأم، هذا شيء عظيم. أنا أقول
يعني اللي ما يتاجر في الصدقة وش اللي بتتاجر فيه بعد كذا؟ عندك شيء نختم فيه؟ ما عندنا لك العلم. طيب مخرجنا كم باقي من الوقت؟ طيب شكرا لك أخوي فهد. شكرا لك أنت. شكرا لك أنت يا أبو سالم. إن شاء الله التقارير تبي تجيكم بإذن الله وبتشوفونها تثلج صدركم بإذن الله. بإذن الله. إذن ختاما شكرا لكم أعزائي الجمهور، أعزائي المشاهدين من كل مكان، أخوان وأخوات، آباء وأمهات، شيبان وشباب. نلتقيكم بإذن الله في فقرات قادمة فيها اليوم الفخم، اليوم الوطني 91. كلنا سلمان، كلنا محمد. في أمان الله.